بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا عن الـ variable والـ data type تكملة لمحاضرة أمس. حيكون عندنا بالبداية مثال بسيط كمراجعة، بعدين بدنا نركز على بعض المصطلحات اللي لازم ننتبه لها وبعض الملاحظات اللي لازم كمان في بعض الأخطاء نتجنبها في المختبر وفي النظري. خلينا هلأ نتذكر اللي أخذناه المحاضرة الماضية. المحاضرة الماضية حكينا عن المصطلحين المهمين اللي هم الايدنتيفاير والفاريبل. حكينا الايدنتيفاير اللي هو name something in a program، بينما الفاريبل اللي هو عبارة عن name memory location، له name وsize ننتبه وaddress وvalue. أخذنا هلأ مصطلح الديكليريشن. الديكليريشن هو إعطاء الداتا تايب لهذا المتغير والاسم. ثم حكينا في عنا خطوة أخرى اللي هي الانيشاليزيشن، اللي هي putting value into a variable، يعني نحط قيمة في هذا المتغير، نعطيه قيمة وهذا نسميه انيشاليزيشن. أخذنا في طريقتين أساسيات في الانيشاليزيشن، يا إما عن طريق الأسايمنت ستيتمنت اللي هي باستخدام الإيكوال اللي هي أسايمنت أوبريتر، أو عن طريق السي إن ننتبه، أو عن طريق السي إن اللي هي ريد، عم نحكي هي ريد ستيتمنت أو إمبوت ستيتمنت. ففي عندي طريقتين يا طلاب، هاي ننتبه لهم. أنا هلا هعيدها مرة تانية كبراكتيكال، يعني أغلب اليوم محاضرتنا هي تطبيق عملي، ولكن أنا جمعت ثلاث شغلات اللي أخذناها مبارح في مثال بسيط أمامكم. هلأ كاتبة integer x يساوي 10، هون declaration انتبهوا، initialization بنفس الوقت بيروح على الذاكرة، بيحجز عندي في هاي الذاكرة. خلنا نشوف هون، انتبهوا كم بايت يا طلاب بيحجز، كم بايت؟ ممتاز 4 بايتس، لأنه حكينا الانتجر بياخد من الذاكرة اللي هو 4 بايتس، 4 بايتس تحت مسمى اسم هذا الفاريبل يا طلاب اللي هو x، اسم هذا المتغير اللي هو عندي ننتبه اللي هو x. طيب ما هي القيمة الموجودة في هذا المتغير؟ القيمة الموجودة في هذا المتغير اللي هي 10، فإذا حيخزن في هذول الفور بايتس ننتبه، طبعا ما حيستخدمهم كلهم لأن العشرة قليلة، فإذا هاي 10. لو بدي أعمل هلأ سي أوت بعد هذا اللاين مباشرة، ما هو الأوتبوت سي أوت للإكس؟ ما هو الأوتبوت يا طلاب؟ ممتاز، حيكون عندي الأوتبوت 10. إذن بعد هذا اللاين مباشرة لو أعمل سي أوت حيعطينا الأوتبوت 10. أنا ما عملت سي أوت، أنا كاتبة إكس إيكوال 7، يعني إنه إكس هلأ قيمتها 7، شو بيصير؟ شو بتتوقعوا هلأ؟ بيروح على الذاكرة، يتم إلغاء القيمة الأولى، يعني بيعمل أوفر رايت عليها، انتبهوا، وضع قيمة 7 في هاي الذاكرة، فأصبحت هون القيمة عندي هاي 7. لما بدي أجي أطبع هون سي أوت الإكس، ما هي القيمة التي يتم طباعتها هلأ يا طلاب؟ شو رأيكم؟ ممتاز، آخر قيمة موجودة عندي في الذاكرة اللي هي 7، هاي 7، فإذا هذا هو الأوتبوت، هذا هو الأوتبوت cn للx. شو هاي يا طلاب؟ cn للx، cn للx بينتظر من اليوزر ادخال قيمه، هذا input، ممتاز، ينتظر من اليوزر ادخال قيمه عن طريق الكيبورد. لنفرض اليوزر مثلا دخلتين، أو خلينا نغيرها مثلاً 12،
وين هاي حتروح؟ أول ما يعمل إنتر في عملية الإدخال مباشرة بيروح على الذاكرة، انتبهوا، مباشرة بيروح على الذاكرة، يتم إلغاء القيمة السابقة اللي هي 7، وبيعمل أوفر رايت عليها وبتصير عندي القيمة، انتبه هلأ هي 12 بهذا الشكل. طيب إذا ما هو الأوتبوت في لاين رقم 10 هلأ يا طلاب؟ ما هو الأوتبوت؟ ممتاز 12. إذن هذا هو الأوتبوت. هل كل الطلاب حيكون عندهم نفس هذا الأوتبوت اللي أمامنا؟ شو رأيكم؟ هل كل الطلاب حيكون عندهم نفس هذا الأوتبوت اللي أمامنا اللي هو في اللاين رقم 8 7 وفي اللاين رقم 10 هو 12؟ شو رأيكم؟ ممتاز سامي. لا وراما ممتازة. هذا ديبند على مدخلات اليوزر. إذا دخل اليوزر هون 12 فإذا هون 12. إذا بيعتمد من يوزر إلى آخر، يعني مثل ممكن أنا هلا أدخل 100، ننتبه أنت تدخل 10، زميلك يدخل مثلا 5. فهذا ديبند على مدخلات اليوزر. بينما في لاين رقم 8، في لاين رقم 8 هذا ثابت. انتبهوا في لاين رقم 8 حيكون ثابت لأنه 10 بعديها 7 وأنا مثبت القيم من البداية. بينما في لاين رقم 10 حيكون عندنا المخرجات هي ديبند على المدخلات اللي هي CN. انتبهوا على المدخلات اللي هي CN. هلأ هون أنا جمعت لكم الطرق اللي حكيناها مبارح في مثال واحد، يعني ممكن والله لازم كل طريقة على حدة، أنا جمعت لكم إياها في مثال واحد. هلأ ننتقل للجانب العملي ونركز على بعض الشغلات لم يتم تغطيتها أمس. خلينا هلأ نحط بعض النوتس اللي لازم ننتبه لها في الديكليريشن بنفس الوقت في الانشلايزيشن. في بعض الأحيان بيكون عندي انتجر X انتجر Y انتبهوا انتجر زد. شو عم نلاحظ هلا؟ عم نلاحظ انه عندي 3 variables، انتبهوا 3 variables الهم نفس الداتا تايب. 3 variables الهم نفس الداتا تايب. بامكاني اختصرهم بجمله واحده فقط، بدل ما احط 3 جمل 3 statements هون، يكون عندي 1 statement. انتبهوا اكتب انتجر X comma y comma z وبالنهاية أحط سيميكولون. يعني هاي بدل ما أكتبهم بهاي الطريقة عم بكتبهم بطريقة مختصرة بيناتهم كوما. فإذا هاي أنا عم بلغيها، هيك أسهل مختصرة أكثر. النقطة الثانية، في بعض الأحيان الطالب ممكن يحط لي هون سيميكولون. أوكي شو رأيكم يا طلاب لو وضعنا هون سيميكولون، انتجر x سيميكولون بعدين y بعديها z، شو بتتوقعوا؟ ممتاز حيعطينا syntax error. والسبب ممتاز، حلو انه عم بتجاوبوا وبتفسروا كمان جواباتكم، كتير رائع. ننتبه هلا هون احنا انهينا هاي الجمله انتجر x، فاذا هذا انهاء لهاي الجمله. طيب فأصبح عندي Y و Z اللي هم two variable، هدول أو two identifier ما في لهم انتبهوا data type، فشو بيعطيني الايرور؟ undeclared identifier. انتبهوا undeclared، شوفوا not declared in this scope. ال Y و Z أعطان عليهم ايرور فإنهم مش معرفين. فننتبه لهاي النوت يا طلاب. نوت أخرى، في بعض الأحيان الطلبة شو بيكتب لي؟ انتجر X كما انتجر Y. إذا أنت بدك تحط انتجر أو الداتا تايب لكل variable، فإذا بتحط بيناتهم سيميكولون. أما إذا أنت ما بدك تحط الداتا تايب، فإذا أنا بختصرها بهذا الشكل. أما أكتب انتجر
x comma integer y كمان هذا error. انتبهوا كمان هذا error. فانتبهوا لهاي النقطة. في بعض الأحيان بحكي لكم مثلاً عملي initialization للx حطي لي فيها مثلاً 2 x 2 والz حطي لي فيها 3 فشو بتكتب لي؟ بتكتب لي x equal 2 وz equal 3. هذا الحكي صحيح وفي إمكانية نعمل declaration في البداية لكلياتهم فيما بعد initialization. وفي إمكانية يا طلاب بدل ما أكتب كل واحدة بسطر في أثناء الديكليريشن أحط الانيشاليزيشن أكتب x equal 2 وz equal 3. هلأ بحكوا لي طلاب طب أنا y ما عرفتها، ما في مشكلة ممكن أستخدمها فيما بقى، عفوا مش ما عرفتها ما عملت لها initialization، ممكن أنا فيما بعد أعطيها قيمة، ممكن عن طريق CN ممكن أحط y تساوي كذا. انتبهوا مو شرط والله كلياتهم لما أعمل initialization لأحد القيم لازم أعمل initialization للأخريات، فانتبهوا لهاي النوز. فهلأ لو بدي أطبع قيمة x و y و z ما هو الأوتبوت يا طلاب؟ لو بدي أطبع قيمة x و y و z شو بتتوقعوا الأوتبوت؟ ال x 2 ممتاز وال y كم؟ ال y يا طلاب ممتاز، ال y ربش داتا، ال x 2 وال y ربش داتا وال z عندي 3. فأنا مو شرط هلأ أعملهم initialization كلياتهم يا طلاب من البداية. طيب هلأ لو حكيت لكم اعطيني يعني اعمل initialization لكل الفاريبلز بقيمه مثلا 5 الاولى، يعني x و y و z هي 5. في عندي ثلاث طرق، x equal هاي 5، y equal 5 و z equal 5. هاي طريقه، هاي طريقه يا طلاب. الطريقه الثانيه بامكاني اكتب من البداية x equal 5 y equal 5 z equal 5. هاي طريقة ثانية، انتبهوا هاي طريقة وهاي طريقة. وفي عندي طريقة ثالثة يا طلاب بإمكاني أكتب، شوفوا x equal y equal z equal 5. بس انتبهوا لهاي النقطة، دائما بالassignment operator بياخد الطرف اللي بجهة اليمين من الرايت نعمل له كوبي ونحطه وين؟ بالليفت. يعني هون هنبدأ من وين؟ من 5، بيحط هاي الخمسة ننتبه بزد، أصبحت قيمة زد عنا 5. هاي القيمة بيعمل كوبي عنها وبصير عندي في y، فأصبحت عندي قيمة y كمان 5. بعدين ال y بعمل كوبي عن هاي القيمة وبحطها وين؟ في x، فأصبحت قيمة x كمان 5. في هاي الطريقة خليت x و y و z كلياتهم نفس القيمة اللي هي 5. نشوف هلأ لو وضعتها بهذا الشكل، انتبهوا خلني ألغي هاي. لو كتبت x equal 5 equal y equal z، شو رأيكم يا طلاب بهذا الشكل؟ شو رأيكم؟ only x equal 5. طيب خلينا نشوف مع بعض. أعطيتكم من القاعدة، هلأ عملية التعويض من وين لوين؟ من جهة اليمين from right to left، انتبهوا from right to left. هلأ قيمة z شو هي؟
ربج داتا، اوكي اتفقنا، هي ربج داتا، حط الربج داتا وين؟ في واي. الواي اذا هي ربج داتا، هل يجوز وضع الواي في 5؟ انتبهوا، هل في امكاني احط القيمة واي في 5 في عدد ثابت؟ في امكاني يا طلاب، شوفوا شو اعطاكم، اعطاكم ايرور، اعطاكم ايرور. لازم يكون عندي جهة الليفت، انتبهوا هي فاريبل، جهة الليفت هي variable، هيها left value required as a left operand of assignment. هلا ما بيصير اني اكتب يعني حتى يعني في الوضع الطبيعي مثلا هون احكي لكم 3 equal x for example، هذا خطأ. حكيت لكم في الassignment operator ناخد الطرف اللي موجود عندي من ناحية اليمين اللي هي right بنحطها بالليفت، هل في امكاني احط قيمه اكس في 3؟ هذا خطا، نفس المبدا هون. فاذا هذا ايرور نتجنبه في المختبرات وفي النظري، هذا ايرور يا طلاب. فاذا اكس تساوي واي تساوي زد ما في مشكله، اكس تساوي واي تساوي زد تساوي 5 كمان ما في مشكله. فاذا الاكسبريشن او الفاليوز تكون عندي دائما وابدا جهات الرايت، انتبهوا عشان أقدر أحطها بالليفت، ودائما جهة الليفت يكون عندي variable، يكون عندنا variable. لغاية الآن في أي سؤال يا طلاب؟ بعيد هذا syntax error صح، طالما شوفوا syntax error، طالما إحنا ما بنقدر نشوف شاشة المخرجات وعم بيعطيني error من البداية، فإن هذا نسميه syntax error. بدنا ندخلهم هلا هدول القيم عن طريق الكيبورد، خلينا نشوف كيف ممكن ندخلهم. انتبهوا يا طلاب، هلا بامكاني ادخل هاي القيم عن طريق السي ان، سي ان الاكس، خلينا نشوف مع بعض، سي ان الواي، سي ان الزد. طبعا اعطيتكم امبارح انه يجب وضع قبل السي ان اللي هو البرومت لاين، اللي هو بيعطينا انديكيت او هنت لليوزر بالمدخلات، مثلا بليز انتر 3 انتجر نمبرز، انتبهوا وهي سينكرون، أعطيته هند إنه بدي أدخل كم؟ 3 متغيرات من نوع integer. خلينا نرتب الـ output. cout cout بطبع لي قيمة x، أي x equal، انتبهوا وهي يطبع لي قيمتها، ثم y equal وبدي يطبع لي قيمتها، فهي واي لوحدها. شوفوا الفاصل بيناتهم output stream operator أو بنسميها insertion operator، ثم z equal هاي قيمة z، وهي سيميكون. هيا نعمل run للبرنامج. بدنا ندخل 3 متغيرات من نوع integer عن طريق الكيبورد، فوضعت السي ان كل واحدة بسطر. طبعا الترتيب مهم، يعني كيف الترتيب مهم؟ يعني اول مدخل انا عم بدخله بيروح دايركت لمين؟ لاكس. يعني انا هلا لو حطيت 10 انتر، هاي ال 10 وين حتروح يا طلاب؟ لاكس. ثم مثلا حطيت 4، ال 4 وين حتروح؟ هاي للواي، هاي انتر، بينتظر مني ادخال القيمه الاخيره الثالثه. مثلا حطيت 3، 3 بتروح وين عندي؟ لزد. دليل ذلك هلا لما حطيت الاوتبوت، لاحظوا x تساوي 10، y تساوي 4، and z تساوي 3. فاذا هاي عندي المخرجات، وهاي اللي هون بالبدايه عندي المدخلات، فننتبه لها. هلا
انت بقول لزميلتكم عم تحكي لي ياسمين انه احط سي ان اكس واي زد، خلينا نعمل طريقتها نشوف بدها تختصر كتابه بدل ما نحط سي ان لكل وحده. هل بدي اختصرهم زي ما اختصرنا اللي هي انتجر اكس انتجر واي انتجر زد بنفس الطريقه اللي اختصرناها اللي هي بالديكلاريشن؟ خلينا نجرب ونشوف ما هو الاوتبوت. انتبهوا يا طلاب، انتر 3 انتجر نمبرز، وهي عم بيستنى المؤشر ادخال من اليوزر قيمه. لنفرض اننا دخلنا مثلا هاي 10 وهاي انتر، رايكم بالمخرجات؟ اولا ما سمح لي بادخال القيم الاخرى، انا اللي دخلتها قيمه اكس، شوفوا قيمه واحده فقط مع اني انا كاتبت له اكس واي زد. دخلنا اول قيمه اللي هي لمين؟ لاكس، والقيم الاخرى ما اعطوني صلاحيه في ادخالها بهذا الاسلوب. دليل ذلك انتبهوا في الاوتبوت اكس تساوي 10 بينما واي وزد اعطاني اياهم ربش داتا. لاحظوا قيمة Y و Z ربش داتا، دليل انه لم يتم ادخالهم يا طلاب، لم يتم ادخالهم. فاذا بهاي الطريقة هذا خطأ، هذا خطأ. طبعا ما نقدر نحكي syntax error طالما اعطاني run، فاذا في semantic، في معنى او استخدام هاي الجملة. انتبهوا CN للX ممتاز، هيجاوب زميلكم نفس كيف الاوتبوت سي اوت، عملنا فاصل بيناتهم اللي هو insertion operators. هلا هون بنحط double greater than، double greater than اللي هي extreme extraction operator بيناتهم بدل الكوما بهذا الشكل. نعمل run هلا ونشوف هل اللي تعرضنا له الربش داتا وانه بس ادخال قيمه واحده بهاي الطريقه فقط ندخل قيمة واحدة ولا لا. انتبهوا يا طلاب معي، انتر 3 انتجر نمبرز، هاي بدنا ندخل القيمة الأولى مثلا 10، القيمة الثانية 20، انتر، وهي 3 هاي القيمة الثالثة. شوفوا أعطوني إني أدخل ثلاث قيم، ما في أي مشاكل، وهي أول قيمة راحت لـ X وثاني قيمة لـ Y وثالث قيمة لـ Z. فإذا أنا بدي أختصر الـ CN بختصرها بهاي الطريقة في جملة واحدة فقط. إذا حفصل بيناتهم للمتغيرات بـ Stream Extraction Operators. لغاية الآن في أي سؤال يا طلاب؟ بعيد. هاي بعض الملاحظات لازم ننتبه لها. إذا خلينا نكمل هلا الداتا تايب الأخرى، بس لكن بدي أمرر ملاحظة بسيطة في الانتجر. في بعض الأحيان ممكن أكتب انتجر var equal مثلا 4.999، انتبهوا، ثم أنا بدي أطبع هاي القيمة var عن طريق الكيبورد. هاي var عم نلاحظ نحن هون القيمة اللي أنا أعطيته إياها لهذا المتغير هي real number، هي real number. هذا real number بدي أخزنه أنا ب variable data type من نوع integer، data type من نوع integer. كيف بدي أخزن real number في integer؟ هل حيقرب لي اياها الى 5 ام بيعطيني 4؟ لانه هو بالنهايه بده يخزن انتجر، ام بيعطيني ايرور؟ انتبهوا ما اعطانا ايرور وما عمل راوندينج، ما قربها واعطاني فقط العدد الصحيح منها اللي هي var equal 4. var equal 4 هذا نوع من الكونفيرجن اللي هو تحويل من داتا تايب الى داتا تايب اخر، نسميه implicit.
يعني أنا ما عم بحول أوتوماتيكلي لوحده الـ real number تم تحويلها إلى الـ data type من نوع integer، لأنه هنا هذا الـ variable هو الـ data type لإله integer، فأعطاني هون انتبهوا الإجابة هي 4. لو حطيت هون حتى كمان 0.9 إلى ما لا نهاية حيعطينا الإجابة، انتبهوا حيعطينا الإجابة هي 0. لو حطيت 0.9 إلى ما لا نهاية فحيعطينا الإجابة انتبهوا اللي هي 0. هلا لحتى أنا أتعامل مع real number، ما هو الـ data type الملائم في هاي الحالة يا طلاب؟ ممتاز، يا إما double يا إما أخذناها مبارح، يا إما double يا إما float، يا إما double يا إما float. حكينا الفرق بيناتهم اللي هو بالسعة. الـ double يا طلاب كم؟ هاي خلينا نجربها، هاي الدبل. الدبل يا طلاب هو 8، ممتاز. بينما الفلوت، الفلوت كان السايز لإله هو 4. نشوف هلا لما حطيت دبل بار ايكوال ونفس الرقم اللي هلا جربناه بالانتجر، ما هو الاوتبوت المتوقع هون عندي؟ انتبهوا، نفس الرقم اللي أنا كاتبته هو real number، ما اختصر منه أي إشي وأعطاني إياه، لأنه أصلاً الدبل تتعامل مع real number، ننتبه تتعامل مع real number، فإذا أعطاني نفس الرقم اللي كاتبناه. لو أنا كتبت float هيعطينا إجابة مختلفة؟ لو أنا كتبت float يا طلاب هيعطينا إجابة مختلفة؟ انتبهوا، ما هيعطينا إجابة مختلفة لو حطيت أنا. ممتاز، حكينا من هون لنهاية، انتبهوا من هون لنهاية محاضراتنا أو لنهاية هذا الفصل، سواء دبل أو فلوت ما حيفرق معنا، ولكن هو الفرق بالسعة، انتبه الفرق بالسعة يا طلاب. حتى لو بدي أتأكد من السعة خليني أحطها هاي as comment، أوكي. بدي أتأكد من السعة، في عنا see out بإمكاني أكتب، انتبهوا يا طلاب، size of، size of هو بيعطيني عدد البايتات اللي بيحجزها هذا المتغير أو هذا الفاريبل اللي عندي. نعمل run، انتبهوا حيعطينا الإجابة في هاي الحالة، لأنه عدد البايتات اللي بيحجزها الدبل هو 8، فانتبهوا هون أعطاني size of اللي هي كم؟ 8 بايت. لو كنت حاطة هون دبل، عفوا float حيعطينا 4، لو كنت حاطة هنا character حيعطينا 1، لو كنت حاطة هنا integer حيعطينا 4. فإذا size of هو بشيك لي على عدد البايتات اللي ممكن يحجزها هذا المتغير في الذاكرة، انتبهوا هذا المتغير في الذاكرة، هذا مو معكم لكن أنا حابب أعطي زيادة لكم فقط. نوت أخرى، لو أنا وضعت 4 لوحدها بهذا الشكل بدي أعمل run لهذا البرنامج، for شو هي يا طلاب؟ من نوع integer، الفور من نوع integer، وبدي أخزن هذا الانتجر number في double، شو حيكون عندي الoutput؟ لاحظوا الoutput var equal 4، انتبهوا var equal 4. ولكن نحط notes عنا، هذا المتغير بيكون تخزينه في الذاكرة على أساس إنه هو دبل، يعني var equal 4.0، وهذا هنستفيد منه فيما بعد، هنتعامل إنه دبل مع إنه هو كان integer ولكن تم تحويله إلى دبل، لأن data type هو عندي دبل 4.0، وقت ما ناخذ الarithmetic operator اللي خاصة هي division والموديولا، اوكي ديفجن والموديولا، حنشوف شو حيصير معنا اذا كان هو دبل مع انه هو محطوط عندي 4. فهاي النوت انتبهوا لها، في الاوتبوت اعطاني 4 ولكن هو فعليا بتعامل معه از دبل، فبتكون عندي في الذاكره 4.0، انتبهوا 4.0. هذا ان شاء الله حنتوسع فيه وقت ما ناخذ الارثمتيك اوبريتر الاسبوع القادم باذن الله.
إذا فقط كأوتبوت، هلأ ناخذ هاي النوتس كأوتبوت، هو بيعطينا 4 ولكن بيخزن في الذاكرة 4.0 لأنه دبل، انتبهوا دبل، فبتعامل مع أرقام ريال نمبر. شو بنستفيد منه؟ قلت لكم وقت ما ناخذ الأرثمتك توضح الصورة بشكل أفضل. أوكي، هذا بالنسبة للدبل والفلوت، حكينا نفس المبدأ. ضل عندي أخذنا الانتجر والدبل والفلوت، بقي عندنا البوليان، انتبهوا البوليان والكاركتر. خلينا نشوف البوليان. طبعا هلا أنا عطيتكم declaration and initialization at the same time. الطرق اللي أخذناها انتبهوا في الانتجر هي نفسها الطرق اللي ممكن أستخدمها للانتجرization للدبل أو للبوليان أو للكاركتر. يعني أنا عم بشرح طريقة واحدة في الانيشاليزيشن، يعني ممكن أكتب دبل var فيما بعد أكتب var equal، أو ممكن أكتب دبل var فيما بعد أعمل cn لهذا المتغير. نفس المبدأ اللي أخذناه سابقاً يطبق على هذول الداتا تايب. هلأ انتبهوا معي للبوليان. البوليان أولاً كم عدد البايتات اللي بحجزها البوليان؟ ممتاز، 1 بايت هاي البوليان. البوليان 1 بايت لتخزين اللوجيكال فاليو اللي هي 01 ترو فولس، انتبهوا 01 او ترو فولس. لو كتبت انا بوليان var equal true، true طبعا هي keyword ما ممكن استخدمها بالidentifier، حكينا الkeywords بشكل عام مستحيل اقدر استخدمها كمسميات لvariable name او كidentifier بشكل عام. فإذا لو استخدمتها بيعطينا ايرور. لاحظوا بول var equal true، خلينا نشوف هل يتم تخزينها true يعني ككلمة ولا لا. نشوف الاوتبوت سي اوت var equal، انتبهوا var equal، لاحظوا هون ممتازين var equal 1. اي نعم انا كتبت true ولكن يتم تخزينها في الذاكرة كرقم اللي هو واحد، كرقم اللي هو يا طلاب انتبهوا واحد. فإذا var equal 1 بيخزنها واحد وبيطبعها واحد، فالواحد هي تعبر عنها true، انتبهوا بول var equal true، فإذا الواحد يعبر عنها true. تذكروا مبارح حكينا في البيسك داتا تايب تقسم الى انتجرال داتا تايب والى فلوتينج بوينتس داتا تايب. من الانتجرال حكينا كاركتر وبوليان وانتجر، من اجل ذلك هاي حطيناها في الانتجرال لانه عم بتعامل مع 01 01. ننتبه 0 هو بيعبر فولس وال1 بتعبر عن ترو والصفر 1 اللي هي انتجر، عشان هيك حطيناها في الانتجرال داتا تايب. هلا لو وضعت هلا فولز، انتبهوا فولز ممتازين، فالاجابه انتبهوا حتكون عندي 0. لو وضعنا فولز فالاجابه هون حتكون عندنا 0. هاي ها var، انتبهوا var equal 0، فاذا الفولز 0 بيخزنها وبيطبعها 0، ونفس الشيء الترو بيخزنها وبيطبعها 1. في بعض الاحيان ممكن انا اعطيكم مثلا minus 43، minus 43 ما هو الاوتبوت المتوقع في هاي الحاله؟ minus 43 اولا هذا ليس ايرور، انتبهوا اولا هذا ليس ايرور. كيف بنحط minus أو integer number في boolean هذا ليس error، ولكن انتبهوا الoutput شو بعطينا var equal 1، var equal 1. حطوا هاي النوت وانتبهوا لإلها من هون لنهاية الفصل، مهمة جدا طلاب. أي رقم غير الصفر، أي رقم غير الصفر شو ما كان plus minus، يعني أي شيء له قيمة غير الصفر ومشابكة مع الرقم ممكن يتعامل مع كاركتر، انتبهوا أي شيء له قيمة
غير الصفر هو ترو، الا الزيرو هون نعتبره فولس، هو اللي بيعطينا الاجابه زيرو. انتبهوا، يعني ممكن احط اي رقم هون، بلس ماينس وهكذا، هيتعامل معه كانه ترو يعني 1. الا الزيرو، انتبهوا الزيرو هي الوحيده اللي بتعامل معها as false واللي هي زيرو. فهاي النوت هتمرق معنا بالكونديشن وبالاف، وهتمرق معنا بالنهائي في كل مكان. هاي المعلومه مهمه، انتبهوا. فاذا اي رقم غير الصفر هو ترو فقط، حطوها هاي نوت عندكم. هذا بالنسبه للبوليان. طب احنا ليه بنستخدم البوليان؟ شو فائده هذا المتغير؟ في الشابتر القادم ان شاء الله في عندنا الريليشنال اوبريتور وفي عندنا اللوجيكال اوبريتورز. الريليشنال اوبريتورز فور اكزامبل زي greater than، greater than or equal، less than، less than or equal، او equivalent not equivalent. الناتج تبعهم، الناتج تبعهم يا طلاب اللي هو عباره عن true false. فلو بدي اخزن الناتج، ما هو الداتا تايب لا الفاريبل اللي حتنخزن هذا الناتج؟ حيكون الداتا تايب من نوع بوليان. كمان في عندي اللوجيكال اوبريتورز، اللوجيكال اوبريتورز زي الاند والنوت والاور، اند والنوت والاور. الناتج هذا لو بدي اخزنه انا في متغير، يفضل يكون هذا المتغير من نوع بوليان. انتبهوا، هذا المتغير من نوع بوليان. فبالتالي هاي استخداماتها هلا مبدئيا، وفيما بعد حنشوف فعليا انه نطبقها، ولكن احنا عم نحكي هلا ان جنرال. لغايه الان في اي سؤال على البوليان؟ في اي سؤال يا طلاب على البوليان؟ ننتقل للكاركتر. الكاركتر يا طلاب، كاركتر var equal، وهلا حنشوف شو بدنا نعطي قيمه. الكاركتر لتخزين سنجل كاركتر، سنجل ديجيت، سنجل سبيشال سيمبلز، انتبهوا شيء واحد. الكاركتر كم بياخذ من الذاكره؟ شو السايز لإله؟ نفس البوليان اللي هو ممتاز 1 بايت. ممتاز 1 بايت يا طلاب. طيب هلا بس نقيم هون. هلا الكاركتر لو انا بدي اخزن فيه، طبعا ثلاث طرق اللي اخذناها، يا اما ديكليريشن فيما بعد انيشلايزيشن، او ديكليريشن وانيشلايزيشن بنفس الوقت، او ديكليريشن عن طريق السي ان ندخل هذا الكاركتر. لا اعمل بهاي الطريقه مثلا ديكليريشن انيشلايزيشن، او ديكليريشن فيما بعد انيشلايزيشن عن طريق الاساينمنت اوبريتور، يجب وضع هاي الكاركتر ما بين سنجل كوتس. هذا هو الشيء المهم. طب شو بدك تحط ما بين سنجل كوتس؟ بامكاني يا طلاب احط كاركتر هاي كابيتال او سمول، بامكاني يا طلاب احط كمان ديجيت ارقام عادي احطها بس بين سنجل كوتس، بامكاني كمان انا احط سبيشال سيمبلز مثلا زي الستار، وبامكاني احط وان سبيس بعتبرها كاركتر. انتبهوا، فالكاركتر مش والله فقط هي عباره عن الاحرف، ممكن احط فيها ارقام سبيشال سيمبلز الرموز الخاصه، ولكن المهم احطها ما بين سنجل كوتس. انتبهوا، ما بين سنجل كوتس. هلا خلينا نجرب مثلا الاي. كاركتر var equal a ما بين single quotes، انتبهوا كاركتر var equal a ما بين single quotes. see out var equal، نشوف ما هو الاوتبوت. ننتبه مع بعض للاوتبوت من هذا الكود البسيط. لاحظوا اعطاني var equal a، هيها var equal a، هذا من نوع كاركتر تم تخزينه في متغير والداتا تايب له كاركتر. فاذا اعطاني var equal، انتبهوا اللي هي. خلينا نشوف بعض النوتس على هاي على الكاركتر بالذات، في عنا بعض الشغلات المهمه.
في بعض الأحيان ممكن أعطيكم A B مثلاً C A B C حطيتها بين single quotes نشوف ما هو الأوتبوت A B C وحطيتها بين single quotes يا طلاب أولاً ما أعطاني error أعطاني بالأسفل warning شوفوا أعطاني بالأسفل هلأ حنقرأ شو هو warning وهون كتب لي var equal C شو يعني؟ أخذ آخر ديجيت آخر كاركترز عندي هون وخزنه في هذا المتغير لأنه إحنا حكينا الكاركتر لا يقبل إلا سينجل كاركتر واحد والوارنينج اللي كاتب لي إياه هون شو عم بحكي لي؟ في عندي مالتي كاركترز يعني في أنت حاطط مو واحد مجموعة من الكاركترز مجموعة من الكاركترز وأنا ما بقدر أخزن إلا واحد فيهم فاللي بيخزنه هلأ by default هو آخر واحد يعني لو كنت أنا كتبت لكم A, B, C, D, E هيخزن الـ E لو كنت كاتبة أنا A, B هيخزن الـ B انتبهوا فإذا هو ما بيقبل تخزين كلهم هذول المجموعة مع بعض إلا واحد فانتبهوا لهاي النص طبعا انتبهوا ما أعطانا عليها إيرور في بعض الأحيان الطلب بيكتبوا لي بهذا الشكل character var equal a بين double quotation a بين double quotation شوفوا هلأ ما هو الoutput أعطانا عليها error والسبب أي إشي أنا أحطه بين double quotation حتى لو كان single character يعتبره string تبهو حتى لو كان single character بعتبره يا طلاب هو عبارة عن string كيف بتحط string في single character في data type من نوع character فمباشرة بيعطينا عليها error فالdouble quotation أول ما تشوفوها ننتبه فإذا هذا error فإذا هذا error النوت الأخيرة في الانشاليزيشن هون عندي في بعض الأحيان ممكن أكتب لكم character var equal a شو بتتوقعوا الأوتبوت يا طلاب من غير لا single quote ولا double quotation لا single quote ولا double quotation يا طلاب شو رأيكم اللي بيكتب ايرور ليه ايرور انتبهوا هلا معي هذا ايرور صحيح خلينا هلا نعمل ران هاي عم بعطينا ايرور نقرا ما هو الايرور اللي كاتب لي اياه كاتب لي إنه A was not declared in this scope شو يعني؟ اعتبر الـ A هو عبارة عن identifier عبارة عن variable name وهذا الـ variable name لم يتم تعريفه مسبقاً يعني أنت ما عرفت لي إياه يعني كيف بدك تستخدم A؟ يعني اعتبر الـ A كمتغير انتبهوا was not declared يعني أنت ما عرفته يعني بمعنى يا طلاب لو أنا هلأ كنت واضعة character انتبهوا A equal for example انتبه F عارفين في هاي الحالة الـ F يتم تخزينها وين؟ في هذا المتغير اللي اسمه A و A اللي هي فيها F حط لي اياها وين في var فبالتالي هون بيعطينا ايرور بيعطينا ايرور يا طلاب في هاي الحالة ما حيعطينا ايرور ممتاز شو حيعطينا الاوتبوت انتبهوا عم بعطيني الاوتبوت var equal f
var equal f، فإذا المتغير a تم تعريفه مسبقا وما عندي أي مشاكل فيه، نقلت القيمة تبعت ال a للvar فقط. فننتبه لما تكون single quotes double quotation من غير single quotes شو الفرق بيناتهم. لغاية الآن في أي سؤال بعيد؟ النوت الأخيرة والمهمة في المختبر، كثير في طلاب بحكي لهم دخلوا لي هلأ single character عن طريق الكيبورد، انتبهوا single character عن طريق الكيبورد، شو بيعملوا لي الطلاب؟ تبني مباشرة see out شو بدك الكاركتر، بدك A B C، طيب أوكي هاي A for example، أو بقول لي بدك أنت إدخال ما بدك output، فإذا بدي أعمل لك C N، شوفوا I C N، وهاي المتغير اللي بدك إياه عن طريق الكيبورد. شو رأيكم في هاي الطريقة C N A وبين single quotes؟ هل بيختلف إدخال الكاركتر عن الانتجر يا طلاب؟ كلهم نفس المبدأ. طيب لما أنا أحكي لك دخل لي مثلاً انتجر نمبر عن طريق الكيبورد، شو عملت أول خطوة؟ أول خطوة لما أحكي لك دخل لي متغير عن طريق الكيبورد، شو الخطوة الأولى اللي لازم نعملها؟ نعمل سي إن مباشرة؟ هذا خطأ. أول خطوة لازم الطالب يعملها اللي هي ممتاز يزن، اللي هي نعمل أو سامي نعمل declaration لهذا المتغير لهذا variable. هاي طريقة خاطئة. نفس الطريقة اللي عملناها بالانتجر، شو فرق الانتجر عن الكاركتر؟ نفس الاشي يا طلاب. فإذا نعمل character var، هاي عملنا declaration لإله، فيما بعد عمل cn، cn لمين؟ للvar، لهذا المتغير. فقط إنه الاختلاف والداتا تايب هون كاركتر، هذاك أخذناه انتجر. طبعاً استيل كمان في طلاب في المختبر والله للنهائي هذا اللي بشوفه بحط لي عندي الفار هيك، قولي أنت بدك كاركتر، طب ما أنت هلأ عرفت لي إياها من نوع كاركتر، يعني شو دخل هذا بهذا؟ لازم تحط لي بين سينجل كودز. ننتبه دائماً وأبداً مع السي إن فاريبل نيم، مستحيل يكون مع السي ان احط سنجل كوت او دبل كوتيشن. ليه؟ لانه السي ان هي عمليه ادخال، ادخال لوين؟ لا متغير موجود عندي في الذاكره، فيجب ان يكون مع السي ان فاريبل نيم. انتبهوا مع السي ان فاريبل نيم، فاللي بيعملوه الطلاب خطا. انتبهوا، فهاي النوتس مهمه جدا في المختبر. هلا خلينا نعمل رن لهذا برنامجنا، كله مني داخل كاركتر، داخل أي كاركتر هلأ، وهذا الكاركتر بيخزن لي في متغير الفار، فيما بعد بيطبع لي var equal القيمة اللي نحن مدخلها عن طريق الكيبورد. مثلاً أنا هلأ بدي داخل c small، هاي enter، انتبهوا، فأعطاني var equal c، أول ما عملت enter فبيخزن لي إياها في هذا المتغير، ثم طبع لي إياها بعد عملية الإدخال var equal اللي هي قيمتها C. هاي النوتس انتبهوا لها. لغاية الآن في أي سؤال يا طلاب بعيد؟ ننتقل لمعلومة مهمة كمان بالكاركتر. في بعض الأحيان نحن نتعامل مع الكاركتر يا طلاب as integer. كيف as integer؟ طبعاً هذا كله نحن هلأ شرحناه. في عندي ما يسمى الـ ASCII code. الاسكي كود اللي هو امريكان ستاندرد كود، عم بحكي لي كل كاركتر حتى سبيشال سيمبلز موجودين عندي لهم رقم معين هو ستاندرد. خلينا نشوف هذا الرقم، انتبهوا معي. مثلا الاي كابيتال، شايفين هالاي كابيتال، التقاء الصف مع العمود رقمها واللي هو الاسكي كود لإلها 65. البي كابيتال، شوفوا الترتيب، طبعا هو نفس الترتيب اللي احنا بنعرفه للاحرف A B C، ننتبه. البي كابيتال التقاء الصف مع العمود 66،
السي كابيتال 67. شو عم نلاحظ؟ احنا بنعرف الترتيب، كل رقم يزداد عن اللي قبله بمقدار واحد حسب الترتيب. يعني مثلا لما نحكي دي تزداد عن السي بمقدار واحد، فدي 68 السي 67 وهكذا. نفس المبدأ عندي لمين؟ للسمول. الاي سمول يا طلاب التقاء الصف مع العمود، انتبهوا 97. فالاسكي كود للاي سمول اللي هو 97، البي سمول 98، السي سمول 99 وهكذا لغايه الزد سمول. طبعا هون عندي لل 122 الزد كابيتال، لاحظوا لا 90. طبعا هون ما بين الكابيتال والسمول في عندنا سبيشال سيمبلز، يعني مش انهم متصلين مع بعض، انتبهوا في عندنا البراكتس وفي عندنا الباك سلاش وهكذا، فانه في عندي هون سبيشال سيمبلز بيناتهم، يعني مش بعد 90 مباشره اجى 91 اللي هي الاي سمول. هاي انتبهوا لها كمان النوت. خليني انا اكتبهم هلا هون على جنب. اول شيء من كل وحده الاي كابيتال انتبهوا اللي هي عباره عن 65، البي كابيتال 66، السي كابيتال اللي هي 67 ونستمر فيها، الاي سمول اللي هي ننتبه 97، والبي سمول 98، والسي سمول 99. طب شو المطلوب منا هلا؟ وليه احنا بدنا نعرفهم؟ وشو حنستفيد منهم؟ اولا بدك تعرف انه نقدر، يعني هو اصلا طريقة تخزين الكاركترز في الذاكرة اللي هو طريقة تخزين integer number، عشان هيك حطيناها امبارح في الانتيجرال داتا تايب. ما بيخزن لي اياها A ولا بيخزن اياها B، ننتبه بيخزن الاسكي كود لإلها. كمان في بعض الأحيان بحكي لكم طلاب مثلا أعطيني بعطي دخل السترينج عن طريق الكيبورد، وهاي بالسترينج كلها كابيتال حول لي إياها إلى سمول، أو كلها سمول حول لي إياها إلى كابيتال. من معرفتي بالآسكي كود مثلا هاي عندي A كابيتال 65، A سمول 97. طبعا الفرق ما بين الكابيتال والسمول يا طلاب ثابت، يعني ما بين الA كابيتال والA سمول ثابت، ما بين الB كابيتال والB سمول ثابت. كم الفرق يا طلاب بيناتهم؟ كم الفرق ما بين الكابيتال والسمول؟ الفرق بيناتهم اللي هو كم؟ ممتاز، الفرق بيناتهم 32. شوفوا الفرق ما بين الكابيتال والسمول يا طلاب اللي هو 32. يعني لو هلا بدي احول سترينج كامل، يعني سترينج هو مجموعه من الكاركترز من كابيتال الى سمول، انتبهوا من كابيتال الى سمول، بدي ازيد على كل كاركتر 32. ولو بدي احول من سمول الى كابيتال، من سمول الى كابيتال، بدي اطرح من كل كاركتر، ننقص من كل كاركتر كم؟ 32. هذا تطبيق بسيط. طبعا في كثير شغلات حناخذها وباللاب نفس الشيء. ممكن احكي لكم شيكوا على سيمبلز او كاركترز انت دخلتها، تقول لي انها كابيتال او سمول، او تقول لي انها هي سبيشال سيمبلز. ننتبه كيف ممكن انا اعملها؟ كمان بامكاني اعملها عن طريق الاسكي كود. انتبهوا بامكاني اعملها عن طريق الاسكي كود. هلا شو المطلوب منا نحفظه؟ نحفظ كلياتهم؟ لا، انا بحكي لكم احفظوا لي الاي كابيتال 65 والاي سمول 97. طب والباقي ما نحفظه؟ لا، انا قلت لكم حسب الترتيب. انا بعرف اذا مثلا قلت لكم سي كابيتال، بتقول لي السي كابيتال تاتي بعد الاي باثنين، اي بي سي، فانا 65 66 67. طبعا انا ما بجيب لك والله مثلا ام لحتى يصير الطالب يعب الامتحان ويضيع وقت. نفس الإشي الاي سمول، اعرف انها هي بتختلف عن الاي كابيتال الرقم لإلها، اللي بعدها تزداد عنها بمقدار واحد وهكذا. فالترتيب اللي احنا بنعرفه للاحرف مهم، وانا بس بحفظ اول وحده من الكابيتال واول وحده من السمول فقط.
طب خلينا نطبقها هاي بشكل براكتيكال، خلينا نشوف مع بعض. ننتبه يا طلاب، لنفرض ان كتبت كاركتر، انتبهوا، var كاركتر var equal 99، كاركتر var equal 99. هلا عندي هون integer، هذا integer وانا بدي اخزن فيه كاركتر، هذا ليس error. بيعمل هو implicit casting أو conversion، والرابط ما بين الانتجر والكاركتر اللي هو الاسكي كود، وكأني بحكي ما هو الكاركتر الاسكي كود لإله 99. شو بيعطينا؟ ممتاز ممتاز ثاني، بيعطيني الإجابة اللي هي C small. انتبهوا هيها، فإذا var equal c small هاي الـ output، ما أعطاني 99. طيب لو هلأ وضعت، ننتبه، مكلان 66، نشوف ما هو الـ output. ممتاز، B capital، ممتاز. انتبهوا var equal عم بعطينا الإجابة هيها b capital، فإذن هو لوحده حول من integer إلى character عن طريق معرفتنا نحن لل ASCII code نتوقع ما هو الإجابة طبعا، والعكس صحيح. يعني في بعض الأحيان ممكن أحكي لكم integer var equal، انتبهوا، مثلا a capital وبين سينجل كوتس، انا حطيتها، انتبهوا، بين سينجل كوتس، اذا هذا عباره عن كاركتر. طيب هذا كاركتر وهذا عندي ايش؟ انتجر. هذا كاركتر وهذا انتجر، شو نعمل في هاي الحاله؟ من معرفتنا للاسكي كود للاي، وكاني انا كاتبه انتجر var تساوي، ممتاز، 65. فالاوتبوت هون عم بيعمل كونفرجن لوحده، بيحول هايها هاي الـ A 65. إذن دائما منظورنا ننتبه لا الداتا تايب، حتى لو كان هذا، انتبهوا، كاركتر يتم تحويلها إلى انتجر، إذا كان هذا كاركتر وهذا كاركتر لا ما في تحويل. يعني لو أنا كنت حاطة هون يا طلاب كاركتر، عفوا، سمول كاركتر، شو بيعطينا الإجابة؟ A capital. ليه A capital؟ لأنه هو data type character، فما بيحول إشي، ما في عندي أي conversion. بينما إذا كان هذا integer زي ما هلأ عملنا وهاي A، هذا character وهذا integer يتم تحويلها automatically، نحن ما عم نحول، ولكن إحنا نعرف من معرفتنا لل ASCII code إنه يتم تحويلها لل ASCII code لإلها اللي هي 65، وأعطاني الإجابة 65. هيك بننهي محاضرتنا يا طلاب، واللي عنده أي استفسار يسأل. خلينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.